السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. النهاردة أنا عايز أضحككم بقصة يعني مضحكة مبكية، فعنوان الفيديو مشاكل مضحكة مبكية وشر البلية ما يضحك. في واحد مساعد صيدلي خطب واحدة وقدم شبكة وانتهز الفرصة وهم رايحين يتفسحوا، ففتح شنطتها وهنا وجد جوه الشنطة شريط فوليك أسيد، وبناء عليه عرف ان البنت دي سلوكها بطال وعايز يروح يفضحها عند اهلها ويفضحها في منطقتها، لان هو بما ان هو مساعد صيدلي عارف كويس ان شريط الفوليك أسيد بيستخدم في الثلاث شهور الاولى من الحمل، فخايف يعمل كده لحسن الشبكة تضيع عليه. طبعا يا أخ يا مساعد يا صيدلي، أنت بجهلك ظلمت بنت الناس وقذفت المحصنات، لأن الفوليك أسيد بكل بساطة بيساهم في علاج الأنيميا، بيساهم في علاج الشعر، تساقط الشعر كمكمل غذائي في مشاكل عديدة. الفوليك أسيد ضمن جروب البي كومبلكس، فمهم جدا مهم جدا لعملية الهدم والبناء في الجسم ووظائف عديدة. فحضرتك بجهلك وبظلمك السيء ظلمت إنسانة وعايز تفسخ الخطوبة وعايز كمان تفضحها، فحرام عليك. احسن الظن بالناس وراجع ناس عندهم معلومة طبية مظبوطة قبل ما تظلم ولاد الناس. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلي ولا أي دواء ولا أي مساعد صيدلي جاهل. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. سلام عليكم.